معاكم الطالب إبراهيم خالد وزان، طالب في جامعة العلوم التطبيقية قسم المحاسبة والتمويل البكالوريوس في المحاسبة. تم اختياري لهذه الجامعة كونها من أفضل الجامعات الخاصة في مملكة البحرين وحصل على شهادات عليا. سبب اختياري لهذا البرنامج هو على أنه يركز الأسلوب التطبيقي في التدريس، وهو أيضا يهيئ الطالب إلى سوق العمل، وأيضا حاصل على هيئة جودة التدريب والتعليم في مملكة البحرين، كما أن البرنامج حاصل على ثقة تامة في هيئة التعليم العالي في مملكة البحرين، وهو معترف به في أغلب الدول العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية.